السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة من وصفات طبخ دايلة. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم رغيفات معسلين، المقادير ديالهم بساط بزاف. غادي نحتاجو كمية من الدقيق او الفورص، غادي نزيدو عليها شوية ديال الملح، وغادي نجمعو بالماء دافي. ممكن تضيفوا ليهم حبة حلاوة تكون مدقوعة، غير شوية تكون غبرة، غير شوية ما تكتروش. كنبقاو نجنو فيها مزيان حتى كتجمع، ندلكوها غير شوية وكنغطيوها ونخليوها ترتاح. من بعد ما خليت العجينة ارتاحت مزيان تقريبا نص ساعة خليتها، وكل واحد على حسب الوقت اللي عنده. غادي ندهن ايدي بالزيت ونشكل كرات صغار. ونخليهم حتى هما يرتاحوا شويه عاد باش نكرصهم باش يجيو لي ساهلين. هاد الرغيفات تيجيو بنان بزاف ومقرمشين. انا غادي نعمرهم باللوز. خديت اللوز سلقته وقشرته وحيدت ليه وقليته في الزيت حتى تحمر، وطحنته شويه، ماشي طحنته حتى ولا عجينه، ولكن طحنته غير بحال هرمش وصافي. كنكملوا العجينه كلها. من بعد ما خليت العجينه ارتاحت غادي ناخذ كره ديال العجينه، ندير شويه ديال الزيت ونسرحها مزيان. هي باش مزيان نخليوها ترتاح دغيا كتسرح، لان ما كتكونش قاصحه، كتكون مرخوفه. من بعد ما قرصتها مزيان غناخد شويه من الخليط ديال اللوز وغادي نرشو في الوسط، وغادي ندير بحال هكا ندير مسمن عادي. غادي نجيب الطرف الاول، ندهن بشويه ديال الزيت، ندير فوق الطرف الثاني شويه ديال الزيت، غادي نحطهم، ندير وحده اخرى، نرش شويه ديال اللوز المحمر. الطرف الثاني ندير شويه ديال الزيت، نجيب هاد الطرف هكا بحال كندير مسمن عادي، غير هادو تيكونوا صغار شويه، ممكن ديرهم حتى كبار ماشي مشكل. غادي نكمل العجينه كلها بنفس الطريقه باش ندوز نقليهم في الزيت. صافي دابا ملي ساليت كلشي غادي ناخد اول وحده درتها، غادي نقرصها غير شويه ماشي بزاف.
انا درت الزيت سخون وفي نفس الوقت درت العسل حتى هو سخون وطفيت عليه، غير دفى وطفيت عليه. دابا غادي نبدا نقلي في هاد الرغيفات. غادي نعمل المسمن ديالي او الرغيف. ونخليهم حتى كيتحمروا عاد باش كنديروهم كنحيدوهم وكنخشيوهم ديريكت في العسل. دابا من بعد ما تحمرات الرغيف او الرغيفه غادي نحيدها، تحمرات من شويه بجوج غنحيدها وغادي نديرها في العسل. دابا غادي نديرها شويه في العسل، ما غاديش نخليها مده طويله باش كاع ما تجي حلوه بزاف. دغيا كنحيدها، غير كندوزها في العسل ونحيدها ونحطها في شي شبكه باش يتصفى العسل اللي زايد. وكنكمل بنفس العمليه الرغيف اللي عندي كلهم. صافي دابا كملت الرغيف ديالي، عليتهم مزيان وعسلتهم. غادي ناخذ بالوحده بالوحده ونرش عليها شويه ديال اللوز، نفس اللوز اللي عمرنا به. ممكن الا ما بغيتوش ديروا اللوز تعمروه به ممكن ما تعمروش، ديروه مخاوين تيجيو تما بنين بزاف. كنتمنى الطبق ديال اليوم يعجبكم وبالصحة والراحة.